مفروض اللي انتوما توا عديتوا بارتي باهيه من العطله، ما نعرفش وين وصلتوا بالضبط في المراجعه، هل التزمتم حقا بالبرنامج اللي رسمتوه، هل ان الريفيزيون ماشيه معاكم كيما حبيتوها تكون. اذا اجابتكم بنعم نقولكم يعطيكم الصحه الاولاد، اشد على اياديكم واقول لكم ان شاء الله بالتوفيق. واذا الاجابه كانت بلا وحسيتوا اللي انتوما توا قاعدين تضيعوا في برشا وقت والمردوديه ضعيفه، ما زلتوا ما تعرفوش كيفاش توفقوا بين المواد عامه، كيفاش تضمنوا مراجعه ناجعه وناجحه. لهنا من واجبي اني نقول لكم ما يلزمش تخافوا، ما زالت الفرصه لاولاد سانحه، ما زال ما ضاع شيء، فرصتكم في ما تبقى من العطله باش نقويوا الريتم. الريتم هذا يلزم يتقوى، وهذه نصيحه من عندي، الريتم يتقوى في كل المواد دون استثناء، ما عندناش مواد اساسيه ومواد ثانويه. هنا نخص بالذكر الماده متاعي اللي هي ماده التاريخ والجغرافيا، كما تعرفوا انتوما الضارب متاعها راهو كبير، ضارب 3 للاداب وضارب 2 في الامتحان النهائي للاقتصاد والتصرف. والحقيقه ما تنجمش تنجح وما تنجمش تتميز بدون تاريخ وجغرافيا، اللي نعرف انهم يتطلبوا عمل ومجهود كبير ومتواصل في الجانبين المعرفي والمنهجي. والاكيد انكم مع الاساتذه متاعكم في الاقسام متاعكم، وبالمناسبه هذه نتوجه لهم بتحيه خالصه، انكم مشيتوا اشواط كبيره ولم يبقى الا القليل. ومن يريد منكم ان يضعف المجهود وان يضمن مرافقه جيده عند المراجعه، بامكانه ان يلتحق بالمنصه اين ستجدون باذن الله دعما متواصلا من اساتذه لهم خبره مع الاقسام النهائيه. وهنا باش نحكي تحديدا على عرض شكب على الباك اللي باش يضمن لكم مراجعة شاملة لبرنامج الثلاثي الثاني خلال عطلة مارس، مع حصص مباشرة للثلاثي الثالث ابتداء من بعد عطلة مارس، باش تتمتعوا أيضا بحصص مراجعة مكثفة مع البكالوريا البيضاء. خلاص القول، ستتمتعون بإذن الله بمحتوى جيد حتى موعد آخر امتحان في الباك، ولذا التحقوا الأولاد بالمنصة ومع بعضنا بإذن الله هالباك باش نشكبوا عليه.